يقول قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هل يشمل التلاوة والحفظ أم يشترط أن يكون الإنسان حافظا حتى يشفع له القرآن؟ يشمل قراءة القرآن سواء حفظا أو من المصحف، يشمل سواء قرأه حفظا عن ظهر قلب أو قرأه من المصحف إذا صلحت نيته وطلب الأجر من الله عز وجل وعمل به. ما يكفي التلاوة، بل لا بد من العمل والتدبر للقرآن، هذا الذي يشفع لأصحابه. إذا تلاه وتدبره وعمل به فإنه يكون شفيعا له يوم القيامة. نعم.